بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، انطلقت عمليات التقييم لمراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية. من نافذة العمل الحكومي المنظم ومن دواعي الإنجاز السريع المبني على الشفافية والإبداع، كان لابد من عمليات تقيم الخدمة الحكومية لتمسك بزمام الأمور لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية المشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية. قرار سمو ولي العهد بتشكيل لجنة مختصة لتقييم المراكز الحكومية تهدف إلى رفع كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة، وذلك تلبية لطموحات جمهور العملاء من المواطنين والمقيمين. فبرنامج عمل الحكومة مخرجات العمل ملتقى الحكومي تهدف إلى تطوير أجهزة الدولة والخدمات إلى مستويات تنافسية من الإبداع والتميز والشفافية. فالحكومة ملتزمة بتطوير الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية والاحتكام إلى معايير دقيقة في قياس أداء الجودة. إن التقييم يهدف لتطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات الفنية، والذي يأتي ضمن سياق متطلبات برنامج عمل الحكومة لإدارة التغيير والاتصال وإحداث تحول رئيسي في الثقافة السائدة في القطاع العام، وأن نتائج التقييم ستكون عاملا مهما للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية، وللتأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة في سبيل تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية. بالنسبة لعملية التقييم هي عبارة عن زيارات ميدانية للمراكز الحكومية ترتكز على 5 معايير رئيسية في التقييم، وهي متمثلة في سهولة الوصول إلى المكان و ملائمة بيئة المركز وسلاسة إدارة العملاء، إلى جانب فعالية العمليات الإدارية، ومن خلالها أيضا إشراك الجمهور في نظام تواصل. وقمنا أيضا بعملية استطلاع رأي العملاء في أثناء زياراتنا الميدانية في الفترة الأولى. عمليات التقييم النهائي ستشمل أكثر من 70 مركزا من مراكز تقديم الخدمة الحكومية في مملكة البحرين، من خلال زيارات ميدانية من قبل مقيمين متخصصين للمراكز، بالإضافة إلى تقارير صادرة عن المتسوقين السريين واستطلاعات الرأي ومستوى الأداء للجهات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. يشار إلى أن التقييم سيستمر على مدار 2 أسبوع من تاريخ انطلاقه. في إطار السعي نحو رفع أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها نحو تحقيق الإبداع التنافسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وللوصول إلى مستويات متقدمة في رضا العملاء بكافة فئاتهم، كانت هي أبرز ما جاءت به لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.